أو الذين يذكرون حمل القرآن حمل القرآن يقتلونهم ويرمونهم في النفايات. نحن ضد الرمي في النفايات، ونأمر بأن المسلم إذا قتل فإنه يدفن في مقابر المسلمين وانتهى الأمر، قتل خلاص، إن لم يقتله الجيش فإنه سيقتل بعد المحاكم إن ثبت عليه شيء، لأن الخروج على الحاكم حكمه شرعا أنه يقتل، ومن حمل السلاح على المسلمين فإنه الحاكم ينبغي أن يقتله حتى لو قبض عليه وسجن فترة. ثم يأتيك شخص يقول لك هؤلاء يقتلون حملة القرآن، حملة القرآن خوارج، ماذا نفعل إن كان حامل القرآن خارجي؟ هل نتركه يصول ويزول ويكفر المسلمين ويقتل؟ ما نتركه يصول ويزول ويقتل، تقتلوه؟ نعم، يقتل إذا كان متورط التقيناه في قتال، ويقتل إذا كان سجن عند ولي الأمر.